السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله سأقوم بوضع لك استراتيجية جيدة جدا لربح $10 يوميا من خلال هذا الموقع. فقد شرحناه من قبل، هذا الموقع جيد جدا قد شرحناه وقمنا بسحب من خلال هذا الموقع. أيضا يمكنك أن ترى هنا إثباتات السحب الخاصة بالموقع، فقد قمنا بشرح هذا الموقع سابقا وتجد هنا إثباتات السحب الخاصة بنا كما ترى هنا. فقد قمنا بسحب $1.29 من هذا الموقع، واليوم سأريك استراتيجية جديدة لربح من هذا الموقع. هذه استراتيجية أحسن استراتيجية للعمل، لأن هذا الموقع أصلا يعتمد بشكل جيد على الإحالات. كما ترى هنا لدي 4000 ساتوشي، لم أشتغل على موقع العمل أي شيء، فقد قمت ببيع هنا الريفيرال الخاص بك. كما ترى تقوم بالنزول إلى هنا ثم تقوم بوضع ببيع الريفيرال، لكن السؤال المطروح هو كيفية جلب الإحالات إلى الموقع. المشكلة التي يعاني منها جول الأصدقاء والإخوان الذين يريدون العمل على الموقع. فالموقع مربح جدا وصادق، ومؤخرا قام بإضافة السحب عن طريق الـ USDT. يمكنك أن تقوم بالسحب عن طريق الـ USDT كما ترى هنا. سأقوم بعمل لكم السحب عن طريق الـ USDT كما ترى هنا. يمكنك أن تقوم بالسحب عن طريق الـ USDT TRC20 كما ترى هنا. يمكنك أن تقوم بالسحب عليها. هذا في نهاية الفيديو إن شاء الله. الآن الطريقة التي أريد أن أعمل أو أريد أن أريكم إياها واستراتيجية في هذا الموقع، وهي العمل عن طريق التيك توك، لأن السوشيال ميديا هي أساس أي عمل على الإنترنت. السوشيال ميديا أو التسويق هو أهم شيء في العمل على الإنترنت. الآن ماذا سنفعل؟ سنقوم بالتاب إلى التيك توك وسأريكم هنا أخي الكريم. انظر، هذا الشخص قام بعمل هذا عمل حساب باسم هذا الموقع كما ترى هنا. ثم ماذا فعل؟ يقوم بنشر مقاطع فيديو صغيرة عن الأمر، يقوم بشرح بعض الأمور في الموقع وبعض المزايا، ويقوم بشرح الموقع لأي شخص يريد أن يعمل عليه. انظر هنا، ويجلب المشاهدات إلى الفيديوهات الخاص به. لكن الأمر الجيد هو أن تقوم بوضع هنا رابط الإحالة الخاص بك كما ترون. هذا الشخص وضع رابط الإحالة الخاص به هنا. إذا أي شخص شاف الفيديو الخاص به وعجبه الموضوع أو عجبه الفيديو، يقوم بالدخول مباشرة إلى البي، ويقوم بالضغط هنا على الموقع كما ترون. قمنا بالضغط على الحساب الخاص به هنا. انظر، سيتم تحويلنا مباشرة إلى الموقع. هنا تم التحويل مباشرة إلى الموقع الرسمي عن طريق رابط الإحالة الخاص به. أخي أختي الكريمة، الآن أريدك أن تفعل نفس الشيء. قم بالذهاب مباشرة إلى تيك توك وقم بإنشاء حساب. قم بإنشاء حساب، ولحب حبذا أن يكون في هذا الاسم. يمكن أن تقوم بوضع مثلا كوين بيو، وبعد ذلك قم بوضع واحد أو اثنين أو توب أو أي شيء، فقط لكي يتم قبول الاسم المستخدم الخاص بك. وبعد ذلك قم بنشر فيديوهات عن الموضوع. فيديو على تيك توك لا يتطلب منك فقط 15 ثانية، 20 ثانية أو 30 ثانية، دقيقة بالأكثر. فهذا يمكنك أن تعمله. فإن لم تريد أن تقوم بالكلام في الفيديو، فيمكنك أن تقوم باستعمال مثل هذه الطريقة. قم ببدء كتابة الجمل على الموقع ووضع بعض الموسيقى، ولا تنسى أيضا وضع الهاشتاكات الخاصة بالربح من الانترنت والعمل على الانترنت وما إلى ذلك، كي يتم نشر الفيديو الخاص بك في أوسع نطاق. تخيل معي أخي الكريم، إن قمت بالعمل على الحساب الخاص بك، بعد ذلك تم مع ذلك الحساب الخاص بك أصبح حساب كبير، مثلا 10,000 مشترك فما فوق. أخي الكريم، ستجلب يوميا إلى من خلال الرابط الخاص بك 10 مشتركين إلى الإحالة الخاص بك أخي الكريم. ومن هنا يمكنك أن تقوم ببيعهم هنا. تقوم بالذهاب إلى الأفيليت كما ترى هنا، ثم تقوم بالضغط هنا على الريفيرل، وبعد ذلك تقوم ببيع هذه الأشخاص كما ترى هنا. عندما يعمل لمدة أسبوع يستطيع أن تقوم ببيعه عن طريق التحديد من هنا كما ترى هنا. تقوم بفلترة الأشخاص الذين متاحين لكي تقوم بأخذ مقابلهم أخي الكريم كما ترى هنا. هذه هي الطريقة المربحة. هنا تقوم بالضغط على الأفيليت، ومن هنا تقوم بأخذ الريفيرال الخاص بك، تجده في هذا المكان. أريكم من أين ستجلب رابط الإحالة الخاص بك. نعم، هذا هو رابط الإحالة الخاص بي. أنا سأضعه لكم في وصف هذا الفيديو لمن أراد أن يقوم بالتسجيل من خلاله، أو قم بالبحث على الموضوع في الموقع في الجوجل، وبعد ذلك قم بإنشاء حساب إن لم تكن مسجل بعد في الحساب. وإذا لا تعرف طريقة التسجيل في الموقع، فلقد شرحنا فيديو سابق على هذا الأمر. فيمكنك أن تقوم بتفقد هذه القائمة، قائمة الربح من الإنترنت،
وستجد هنا جميع الشروحات الخاصة بهذا الموقع هنا في قائمة الربح من الأرتينك، تجد جميع الشروحات الخاصة بالموقع. فالموقع صادق، فقط يجب عليك أن تعمل عليه، فهو مربح جدا. ولا تنسى أيضا وضع لايك للفيديو والاشتراك في القناة حتى تتوصل دائما بكل ما هو جديد. وبالنسبة للإخوان الذي لديهم رأس مال أو لديهم مبلغ معين على جنب، فيمكنهم أن يستثمروا في هذا الموقع، فهو جيد جدا. لقد شرحناه مرارا وتكرارا وربحت منه ما يعادل تقريبا، سأريكم هنا كما ترون الكشبك، $600 تقريبا، $600 هنا قمت بسحب أكثر من $200 إلى في الفيديوهات السابقة. فيمكنك أن تقوم بمشاهدتي أيضا من هذا المكان كما ترون. يمكنك أن تتوجه إلى القناة الخاصة وبعد ذلك تقوم بتحديث قوائم التشغيل، وبعد ذلك تقوم بالضغط هنا على آي ماركتينج، فهنا توجد 10 فيديوهات تغطي جميع الأسئلة التي ستدور في ذهنك بخصوص الآي ماركتينج، ومنها طريقة تسجيل، طريقة شحن حساب، كيفية الحصول على $50 الهدية من الموقع، وكيفية السحب سواء على الدولار أو السحب على البيتكوين إلى المنصة بينانس أو إلى المحفظة الخاصة بك أو إلى البير. فجميع الشروح تجدها في هذا في هذه القائمة الخاصة بالآي ماركتينج. ففي البداية ستجد كيفية التسجيل وما إلى ذلك، وبعد ذلك تجد جميع التفاصيل التي تريد أن تعرف على هذا الأمر. فالموقع جيد جدا، يمكن لديك مال لديك المال على جنب، يمكنك أن تقوم باستثماره في هذا الموقع، فهو جيد جدا، فأنصحك به أخي أختي الكريمة. فسأقوم بالضغط هنا على المحفظة الفورية والعملات المحلية، وبعد ذلك سأقوم بأخذ المحفظة وثم أقوم بسحب تلك $2 من هذا الموقع. كما ترون سأقوم بالذهاب مباشرة إلى هنا، ثم أقوم بالبحث هنا على اليو اس دي تي كما ترى هنا، هو اليو اس دي تي. سأقوم بالضغط هنا على إيداع، ثم سأقوم باختيار هنا، نعم كما ترى هنا ERC20. هنا سأقوم بتحديد اليو اس دي تي، هنا الرصيد كما ترى هنا لدي رصيد $94 هنا متاح. ثم تقوم بتحديد هنا اليو اس دي تي، وبعد ذلك تقوم بتحديد هنا، سأقوم بالرجوع الى الموقع لنرى داشبورد، ثم نقوم بالضغط هنا على withdraw، ثم نقوم بالنزول الى الاسفل لنا كما ترى هنا. سنقوم بالسحب عن طريق هذه اليو اس دي تي كما ترى هنا، يو اس دي تي تي ار سي 20. سنقوم بالرجوع الى هنا تي ار سي هذه اخي الكريم، قم باختيار هذه، ليست هذه، قم باختيار تي ار سي 20 كما ترى هنا يو اس دي تي، وبعد ذلك تقوم بتحديد تي ار سي 20. اذا وضعت شبكه من هذه من غير هذه الشبكه لن تتوصل بالمبلغ اخي الكريم، لذا تأكد من وضع يو اس دي تي، ثم تقوم باختيار تي ار سي 20، بعد ذلك تقوم باخذ هذه المحفظة هكذا، ثم نقوم بالذهاب مباشرة الى الحساب الخاص بنا، ثم نقوم باختيار تي ار سي 20، ثم نقوم وتقوم بالضغط هنا على كونفيرم، نقوم بوضع المحفظة الخاصة بنا هنا، نعم سنقوم بالذهاب مباشرة الى اليو اس دي تي TRC20 كما ترون، سأقوم بوضعها هنا في هذا، ثم أقوم بالضغط هنا على Next، سيصلني الكود في الإيميل الخاص بي، سأقوم بوضعه هنا في هذا المكان، ثم أقوم بالضغط هنا على Confirm. تم تغيير حساب السحب الخاص بك بنجاح، بالسحب لأننا قمنا بتغيير طريقة السحب الخاص بنا، نقوم بالضغط هنا على هذا المكان، ثم نقوم بالضغط على Confirm. ثم كما ترون هذه هي المحفظة الخاصة بنا، بعد قمنا بتغييرها إلى TRC20 الخاصة بالدولار، ثم نقوم هنا بالضغط هنا على withdraw، نعم confirm، ثم نرى ماذا يقول هنا، تحتاج إلى الانتظار لمدة 24 ساعة للسحب بعد تغيير عنوان المحفظة. مع الأسف الإخوان لا أستطيع السحب لأنني قمت بتغيير المحفظة الخاصة بي كما ترون، قال لي يجب أن تنتظر لمدة 24 ساعة حتى أستطيع أن أقوم بالسحب لأنني قمت بتغيير وسيلة الدفع الخاصة بي أخي أختي الكريم. لهذا لن أطول عليكم الفيديو، فالموقع صادق، قد قمت بسحب من خلاله في قمت بالسحب سابقا من الموقع كما ترون. نقوم بالذهاب إلى withdraw، سنجد هنا أنني قمت بالسحب هنا $1.29. سأضع لكم فيديو قصير غدا إن شاء الله عندما أقوم بسحب هذا $2 إلى المحفظة الخاص بي على البينانس. هذا ما أردت أن أشرح في هذا الموقع. لا تنسى وضع لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس كي تتوصل دائما بكل ما هو جديد. شكرا والسلام عليكم.